يا عبد الرسول، انا عايزه النار تاكل العزبه بحالها، مش عايزه اشوف فيها بيت له سقف ولا غيط فيه زرع. اذا كنتم اولاد ابو طاقيه بصحيح خلوهاكم تراب زي ما حط رجله فيها وخدها من ابن غدر وموته بحصرتها. لازم يرجعها لنا يا نحصروا عليه. اهو ده اللي يروي غليلي ويطفي النار اللي بقلبي. أنا وراك والزمن طويل يا عبد المجيد باشا. قلب عندك عم مرسي، عملت ايه في الليله المهببه دي؟ ناوي اللي قبل شويه ميه بالريق. طب حقها يا شيخ مرسي، المره دي كانت لها لبها للجو. حد مات؟
ايوه. ايه؟ حمار. حمار؟ ايوه، حمار ابو ستيت وجاموسة ولاد عكاشة وجوز معيس. طمني على البني ادمين، حد توفى؟ لا كانت سليمة. شد لنا تلغراف لسعادة الباشا. طبعا، الكلمتين اللي حافظهم بقالي ثلاث سنين، من سنة 45 للنهاردة. حرق وتقليع زرع وسمي بهايم، فطور وغدا وعشا. عليه العوض. عم مرسي. ايه؟ ما تقول للباشا بتاعك يترضى مع الولاد دول، هو قد ولاد ابو طقيه. ده دماغه ناشفه زي الحطب ومناخيره في السامي. شد يا عم شيل. انت فاكر يا خاين انه هيتهز المره دي ويجي لك؟ قول له المزارعين هيهجوا ومش عاوزين يدفعوا متاخرات اللي عليهم. اهي المره دي هيجي لك على ملا وشه. هو لا يمني على الفته وبس. شد يا عم شيل. اديني حاشد. الباشا جه، الباشا جه. وقف يا محمود. ايه اللمه دي يا مرسي؟ ابو سهرة؟ ما نسهرهاش يا سعادة الباشا. امال ايه اللي جابهم هنا؟ الكل طفح وفاض بيهم يا سعادة الباشا، اعمل معروف ما تسيبناش المرة دي الا ما اتكلم ولاد ابو طقي. يعني اديهم العزبة؟ التمن اللي سعادتك دفعته في المزاد هيدفعوه ويدفع اكتر منه كمان. وانا ارفض. يا سعادة الباشا، انا شايف الشوف، ولاد ابو طقية شوكتهم ناشفة والفلاحين بتوعنا غلاب. اللي مش عاجبه يسيبها. ولما ده يسيبها وده يسيبها والتاني يسيبها، ما هي الارض طبور. طبور في 60 داهية. انت حصلت كام الايجار؟ لسه يا سعادة الباشا. ومستني ايه؟ مش قادرين يدفع. عشان انت هايف مش قادر عليهم. ممتنع عن دفع الإيجار؟ ها؟ اتكلموا. مين اللي مش عاوز يدفع؟ كلنا يا سعادة الباشا. اتكلم عن نفسك بس. أنا بتكلم بلساناتهم كله. هندفع منين؟ إذا كان زرعنا بيتجلع والمحصول بينحرق وسعادة الباشا ودن من طين ودن من عجين. اخلص يعني الأدب. ما تاخدش على كلامه يا سعادة الباشا. أبو عوف رجلك وإحنا كلنا غلبانين. ومتمنى خيرك يا سعادة الباشا. أنا مش فاتحة كده. الرحمة مطلوبة وإحنا ناس غلابة. الغلبان ملوش عيش عندي. اللي يزرع هنا يدفع، واللي ما يدفعش هحجز على هدومه. أنا هديكوا فرصة يومين، اللي ما يدفعش بعدها أنا هسجله. وإحنا ما نقدرش ندفع يا سعادة الباشا، لا بعد يومين ولا بعد شهرين. أنت بترفع صوتك على سيدك يا كلب؟ مرسي، اتصل بمأمور المركز وقول له يبعت قوة من الهجانة تربي الأولاد دول. تاني أهل الظلم دي. الهجانة يا رجالي، الهجانة يا رجالي، الهجانة.
اهلا وسهلا. اتفضل يا باشا. ايه ده؟ التمن. تقدري ترجعي عزبتك بفلوسك يا ست اسمه. عبد المجيد مش محتاج لفلوس ولاد ابو طاقيه. ولاد ابو طاقيه مش هيهنا لهم بال الا اذا رجعت لهم الارض تاني. وعبد المجيد مش هيديها لهم ابدا يا ست اسمه. انتوا مش اعلنتوها حرب؟ خليها حرب للنهايه. انا مش غاوي ارض ولا زراعه. طبور الارض تبقى كوم سباخ، لكن بالعند فيكم مش هبيع ولو دفعتي تقل كتاب. ما تطغاش يا باشا وما تفتريش بفلوسك. اديني فايدة الكلام. مع السلامة. كانت قسوة الباشا وعناده سبباً في ازدياد حقد أولاد أبو طاقية، فاشتد تخريبهم وانتقامهم، ولم يبق لدى فلاح الباشا رصيد من الحب نحوه يجعلهم يتمسكون بأرضهم، فهجروا العزبة وتركوها خراباً تنعي من بناها. ومرت الأعوام سهلا. تفضل. تصور يا استاذ شكري، مرسي بعت لي ايراد السنه دي 140 جنيه. ما انت سايبها ومهملها من زمان، بقالك 7 سنين لا بتروح ولا بتيجي، خربت. اما دول ايجار الست 7 فدادين اللي بيزرعهم مرسي. تفتكر حضرتك اسيب شغلي هنا واروح اهتم بعزبه بسيطه زي دي؟ ده انا الصفقه الواحده بعملها هنا ب 50,000 جنيه. ما قلت لك بيعها لولاد ابو طاقيه واخلص منها، ما سمعتش كلامي. انا ما احطش مناخير الارض قدام جماعه فلاحين زي دول. طبور الارض في 60 داهيه. انت حر يا باشا. استاذن. مع السلامه. ما تنساش وحياتك تخلص لي عقد تاسيس شركه الاغذيه المحفوظه اللي وصيتك عليه. انا راجعته من الناحيه القانونيه، هبعته لسيادتك على طول. مع السلامه. الله يسلمك. سلم على المدبوزين هدى. ياسر ان شاء الله. انت جاي هنا تعمل ايه؟ انا جاي ابوس رجلك يا سعاده الباشا، تعفى عني وتوصل عيشي. انت راجل مهمل ما تستحقش اي رحمه. انت عارف الصفر اللي زودته في مجموع العمليه كلف الشركه كام؟ 10,000 جنيه. غصب عني والمسامح كريم يا سعاده الباشا، انا بقالي سنين بخدم سعادتك. كلام فارغ. انا قلت مرفوض يعني مرفوض. ارمي وشي روح في 60 داهية. مالك يا بابا؟ في ايه يا صفوت افندي؟ ربنا يخليك يا ست هانم ويطول عمرك، سعاده الباشا عاوز يرفدني. حضرته غلط غلطه كانت هتغرمنا 10,000 جنيه. انا معذور يا ست هانم، كان الشغل كتير ومستعجل، خدته اكمله في البيت، قعدت سهران عليه طول الليل، وكانت بنتي جنبي عيانه بتموت، غصب عني عقلي شط، غلطت في الحساب، لكن الحمد لله اتصلحت. معلش يا بابا سامح. ده راجل طول عمره امين ومجتهد وانت نفسك بتقول كده. ايوه يا حبيبتي، لكن ده غلط غلطه جسيمه قوي. اول غلطه يبقى لازم تسامحه عشان خاطر. روح استلم شغلك، جاتك البلا. الله يطول عمرك يا ست هانم، ربنا يخليك يا سعاده الباشا. ايه مبسوطه بقى؟ اديني نفذت كلامك. وانت مبسوط اديني كسبتك ثواب. طب فين مكافئتي بقى؟ انا هفوتك بقى عشان عندي اجتماع مجلس اداره. مع السلامة يا بابا. اسمعي، عايزاكي تسرقي لي مفاتيح العربية. ايه؟ مفاتيح العربية؟ ايوه عشان هخرج بيها. ايه؟ تخرجي بايه؟
انت لسه متعلمه سواقه بقالك 3 ايام بس وماله كفايه قوي. والباشا لو عرف ده كان يقطم رقبتنا جميع. اياك تجيبي له سيره. امر لله. برضو انا اللي حاسب ولا انت؟ انت اللي غلطان. ليه؟ هو مين فينا اللي صدم التاني؟ انت. يعني انا اللي غلطان؟ ايوه انت غلطان. دي عربيتك يا محمود؟ ايوه. ودي عربيتك؟ ايوه. طب خلي بالك تشويش لغايه ما تخلص المعاينه، وانت اتفضلوا معايا على القصه. انا هروح القسم؟ طبعا اتفضلوا. يمين شمال في ايه يا ابراهيم؟ الست دي صدمت عربيه الاستاذ وكسرتها. في اصابه؟ لا مفيش. اسمح سيادتك اقعد استريح شويه. اتفضل اقعد. اتفضلي شويه لغايه ما اخلص المحضر ده. يا عسكري افندم خد اللي فني ده وديه الحجز. حاضر يا فندم. اتفضل. تسمح اتكلم في التليفون؟ والله مش ممكن. متاسف. ده عمل ايه؟ ليه اتخانق ولا ضرب حد؟ او يمكن يكون عمل مصدمه. تسمح تيجي معايا عند بابا؟ ليه؟ عشان يدفع لك اجره تصليح العربيه. متشكر. انا هصلحها عندنا في الورشه. ايوه بس انا اللي كسرتها. معلش مش انت كنت بتقولي اني انا ما بعرفش اسوق؟ الحقيقة كانت أول مرة بسوق فيها عربية. جت سليمة. حضرتك ماسك جنبك ليه؟ اتعورت؟ لا من أثر الخبطة. ألم بسيط. أنا متأسفة متأسفة أوي. معلش حصل خير. اتفضلوا بقى عشان نعمل المعاينة. تسمح مفيش لازمة للمعاينة. إحنا اصطلحنا سوا. المازال قبلت كل شروطي. وهو كذلك بس نقفل المحضر. اسم حضرتك؟ احمد مصطفى. صنعتك؟ مهندس زراعي صاحب المزرعه النموذجيه بالدقي. اسم حضرتك؟ هدى عبد المجيد رشدي. هدى عبد المجيد رشدي. ايوه. طب اتفضل. اقدر امشي دلوقتي؟ اتفضلي. تسمح تيجي معايا عشان اديلك الفلوس؟ فلوس ايه؟ مش قلت للظابط اني قبلت شروطك؟ شروطي انك ما تسوقيش ابدا قبل ما تتعلمي السواقه كويس، علشان ما تعرضيش نفسك للخطر. ميرسي، بس دي خساره جامده قوي، انت مالكش ذنب فيها. ذنبي اني ما بصيتش ورايا لما سمعت الكلاكس، وعرفت ان اللي بتسوق ما عندهاش فكره ابدا عن السواقه. يعني كنت هتعمل ايه؟ اطلع الرصيف، انزل في النيل، بس عشان اوسع لك السكه. انت تعبان؟ لا مفيش حاجة، ادهي لي تاكسي من فضلك. تاكسي؟ تحب اجي اوصلك؟ مفيش داعي.
دي يا غابي تقدمها للضيوف، روح امشي من غيرها. هو احنا ضيوف يا عمر؟ ازاي تقول كده؟ طب ده بابا ابن عمك واحنا اولادك. احنا مش عايزين قهوه يا باشا، احنا عايزين شربات هدى وعزت. احنا عايزين نفرح يا باشا. ارجوك يا ماما ما تحرجيش انكل، يمكن ملوش غرض. ده كلام ايه ده يا واد يا عزت؟ معلش يا انكل، اصل عزت واخد على خاطره اتمنك اليومين دول ما بتسالش فيه. من جهتي انا مقتنع تماما بعزت، ده ابني، لكن بقى الراي الاخير لهدى. هدى مالها؟ ايه ده، ليه ما سلمتش علينا؟ يمكن ما شافتناش. لا لا لا، لازم في حاجه مضايقاها عن اذنكم. انما دي عمرها ما عملت كده. غريبه يا ماما، ازاي تعمل كده؟ طيب طيب انا هشوف. مالك يا هدى، في حاجه حبيبتي؟ لا ابدا يا بابا، كنت تعبانه شويه ودلوقتي كويسه. مش هتنزلي تسلمي على عمك واولاد عمك؟ لا وحياتك يا بابا، دمهم تقيل على قلبي، وانا انام احسن. زي ما تحبي يا حبيبتي، زي ما تحبي. اذا عوزتيني في حاجه انا تحت مش خارج. خليكي معاها يا عزيزه، ما تفوتيهاش ابدا لوحدها. حاضر. ايه مالك، حصل حاجه؟ حصل حاجه وحشه قوي. ايه؟ طمنيني. ولا حاجه، عملت حادثه بالعربيه وصدمت راجل ورحنا القسم. يا خبر ابيض. وبعدين لما رحنا قدام الضابط اتنازل عن حقه وما رضيش ياخد اي تعويض. يا سلام، ده باين عليك شاب طيب قوي. صنعته ايه ده؟ مش عارفه، كان بيقول مهندس زراعي حاجه زي كده. واتعور قوي؟ مش فاهمه، كان ماسك جنبه وبيتالم قوي. انا خايفه يجرى له حاجه تبقى مصيبه. دي يا شيخه يا ريتني ما سقت العربيه ولا مسكتها. يا شيخ ربنا يستر. أنا آسف يا إخوانا، اتأخرت عليكم شوية. إن شاء الله تكونوا درستوا مشروع شركة الأغذية المحفوظة اللي أنا قدمته. المشروع في حد ذاته مش بطال، إنما يحتاج لدراسة أكتر، وأنا أقترح تأجيل البت فيه شهر كمان. شهرين وأنتوا بتدرسوا في مشروع واضح ومضمون ولسه عاوزين تأجلوه؟ ده كلام إيه؟ المشروع ده إن ما كنتوش توافقوا عليه في الجلسة دي أنا هتبناه لوحدي. لوحدك؟ لوحدك إزاي يا سعادة الباشا؟ ده مشروع خطير جدا يا جماعة. مشروع راس ماله مليون جنيه. مليون بعد 4 سنين يبقى 4 مليون. انا فاهم عملي كويس، اذا وافقتم كان بها، ما وافقتوش. ما يوافقوش؟ ما يوافقوش ازاي يا سعادة الرئيس؟ لازم يوافقوا. يا حضرات الاعضاء المحترمين، ان هذا الاقتصادي الكبير الذي منحنا الكثير بتجاربه وبعد نظره. ارجوك يا بني، المجال مش محتاج لخطب، احنا طالبين التأجيل. الأستاذ أحمد مصطفى موجود من فضلك؟ اتفضلي. أقدر أقابل الأستاذ أحمد مصطفى من فضلك؟ أهلا وسهلا يا فندم، أي خدمة؟ أنا عايزاه شخصيا. والله هو عيان في المستشفى. مستشفى ليه؟ أصل امبارح حصلت له حادثة تصادم. أقدر أعرف إيه المستشفى من فضلك؟ مستشفى الدكتور أدري في الزمالك. اتفضلي، أنا رايح هناك، اتفضلي. والأعمار بيد الله، ربنا يستر. أحرار أحرار، توافقوا ما توافقوش ده شيء يخصكم انتم، أنا هقوم بالمشروع لوحدي. لوحدك؟ لوحدك إزاي يا سعادة الباشا؟ إزاي تقوم لوحدك بمشروع يتكلف مليون جنيه؟ معنى كده انك هتدفع نص راس المال من جيبك الخاص. هدفع. هتدفع منين لو تسمح؟
اسم عبد المجيد باشا مضمون في كل البنوك يا استاذ صبري. هستلف بكمبيالات لمدة 6 شهور، وفي المدة دي هتكون الشركة جابت وغط. وافرض يا سعادة الباشا ان الشركة ما جابتش والكمبيالات ما اندفعتش، وبالطبع هيتعمل بورتستو، تفتكر مركز سيادتك هيكون ايه؟ ومركز الاسهم في السوق هيكون ايه؟ هبوط وعدم ثقة. يعني السهم اللي ثمنه 4 جنيه مش هيجيب اكتر من ريال واحد. ده خراب يا سعادة الباشا، خراب. ده تحدي ما قبلوش يا استاذ صبري. ثم ليه حضرتك بتقدر الشر قبل ما يحصل؟ انا واثق ان الشركة هتجيب وتغطي، والسهم هيوصل لعشرين جنيه واكتر. اهلا وسهلا. وده اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حاضر يا حبيبتي. مش معقولة دي ابدا. عن اذنكم. اتفضل. في ايه يا هدى؟ باين عليكي مضطربة يا حبيبتي. انا سقت العربية ودست واحد. انت سوقت العربية لوحدك؟ ايوه. ازاي يا حبيبتي تجسفي بنفسك كده؟ مش ده المهم دلوقتي، المهم ان الراجل اللي دوسته في خطر ويمكن يموت. حد شافك؟ حد خد نمرة العربية؟ بابا انا بكلمك في ايه وانت بتقول في ايه؟ انا خايفة على الراجل المسكين ده لا يموت بسببي. ما تخطيش روحك كده، الحكاية بسيطة ان شاء الله. انا هروح اشوف واعمل الواجب واجي اطمنك. انا جاية معاك. لحظة واحدة بس لما استأذن منهم. ازاي دلوقتي يا بابا؟ يظهر انه لسه تعبان، مش هيسمحوا بزيارته قبل اسبوع. لا عال قوي، الحرارة عادية، ممكن تبقى تتمشى شوية في الجنينة. بس انا لسه شاعر يا دكتور اني ضعيف وهفتان. لانك ما بتاكلش. على كل حال الاكل هيتصلح من النهارده. تصور اني نسيت منظر الفراخ. هيصرفوا لك فرخه عشان تذاكر فيها في حصه الغداء. انا هفضل اذاكر فيها من الجلده للعظمه. اهلا وسهلا، اتفضل. متشكرين. صباح الخير يا ابني. صباح الخير. اتفضلوا. اتفضلي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انا متشكر جدا على الزياره اللطيفه دي والورد الجميل اللي كان بيجي كل يوم. ده اقل ما يجب. انا انزعجت والله للي حصل ومتاسف جدا علشانك. الحمد لله اللي جت سليمه. انا شاكر معروفك ومقدر موقفك مع بنتي، تسمح تقبل دول مني؟ ايه دول يا فندم؟ بنتي هي السبب في كل اللي حصل، فلازم نتحمل المصاريف اللي انت صرفتها. يا فندم انا حقي وصلني وزياده. الزياره اللطيفه دي والورد الجميل، أنا راجل مش طماع، يكفيني إنكم سألتم علي. متشكر، متشكر جدا يا ابني. أنا لازم أرد لك جميلك بأي شكل. إذا احتجت لأي حاجة تقدر تتصل بيا. تسمح. طيب يا فندم، مع السلامة. أنا مبسوطة أوي إن أنت كويس. يا ترى لسه زعلان مني؟ بالعكس، دي أحلى صدمة حصلت لي في حياتي. يعني مسامحني من قلبك. هو يقدر ما يسامحكيش. يلا يا هدى. حاضر يا بابا. أقدر أبقى أتصل بيك؟ في أي وقت. ميرسي. أروفار. أروفار، مع السلامة. لسه ما ردش؟ بيندهون. ألو؟ الأستاذ أحمد مصطفى؟ صباح الخير، أنا عبد المجيد رشدي. أهلا بيك. الحمد لله على السلامة. أنا مبسوط أوي إنك رجعت شغلك تاني. بقول أنا فكرت، قصدي أنا وهدى فكرنا إنك تتفضل عندنا في البيت تشرب فنجان شاي. العفو. إمتى؟ بكرة؟ ممكن النهاردة الساعة 5؟ كويس أوي، أهلا وسهلا، تشرف. إلى الملتقى يا أستاذ أحمد. جاي؟ النهاردة الساعة 5. بابا اتكلم من شوية بيعتذر لك، هيتأخر شوية في المكتب. يظهر إن شغله كتير. زمانه جاي حالا. برضه. معلش، الظاهر إن قوية مصدمات.
لا انا نويت بعد كده ما اسوقش ابدا الا لما اتعلم كويس. في مدارس كتير بتعلم السواقه، ما تقدرش تشوف اي حد يعلمك. قد ايه سكر؟ حته واحده من فضلك. انت مش بتعرف تسوق كويس؟ انا تحت امرك. عندك وقت فاضي؟ طبعا، على الاقل عشان اضمن انك ما تصدمنيش تاني. طب نبتدي امتى؟ من دلوقتي اذا حبيتي. لا خليها بكره بعد الظهر. وهو كذلك. شوفي يا ستي، قبل ما تتعلمي السواقه لازم تعرفي كل حاجه عن هندسه السياره. انا اتعلمتها. ده الموتور ودي سلوك الكهرباء. وريني. حسبي الكهرباء بعدين. خدتني. وهو ضروري اتعلم ده كمان، انا عاوزه اسوق بقى. ده مهم جدا علشان لو ضربت منك العجله في حته مقطوعه تقدري تتصرفي وما تضربيش لخمه. اهو كده ترفعي العجله. تعالي جربي. يا ده جامد قوي. مش حاضر. مفيش حاجه اسمها مش حاضر، لازم تحاولي. يلا كمان كمان شويه كمان شويه كمان كمان شويه. كفايه كده، احسن تعبت قوي. كفايه يا ستي. تحبي تاكلي بقى نشا؟ اتفضلي، بس حاسبه احسن سخن. لذيذ قوي. بتبصلي كده ليه؟ بفكر في الصدفه الجميله اللي جمعتنا. قصدك المصادمه؟ ولو كنت تعرفي تسوقي ما كناش اتقابلنا ولا تعرفنا ببعض. بس انا بتعبك معايا وباخد كل الوقت اللي كان ممكن تقضيه مع عيلتك. انا ماليش حد. ابدا 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 ابدا. تضحكي على ايه؟ ولا حاجه. ان شاء الله يا حبيبتي. انا الجمعه دي هروح لبابا واطلب ايدك منه. انا مش مصدق. على فكره بعد يومين عيد ميلادي لازم تكون موجود. حاضر، وان شاء الله الفرحه تبقى فرحتين. سمحت؟ راحت على عزك. انتوا مش مصدقين؟ طب ان ما كانش الواد ده ينطشها مننا ما بقاش انا عزك. قولوا لهم يا سميحه اللي سمعتيه من كوثر. كوثر شافتهم هما الاثنين بيرقصوا مع بعض في الرماص وسمعتها وهي بتعزمه على عيد ميلادها. مش بس كده، دي عاوزه تقدمه لابوها وللناس ويعلنوا خطوبتهم. يعني روحنا بلاش، طارت الثروه من ايدينا. وبعدين هنعمل ايه يا ولاد؟ احنا مش لازم نسكت على كده، احنا لازم نشوف لنا طريقه. فعلا احنا لازم نفكر في طريقه جهنميه عشان نطيروا منها. عندك حق يا عزت. بس لقيتها. ايه ايه ايه؟ اسمع. ها؟
الو. الو، انا سميحه يا عزت. احمد ساب المسرح، راح يغير هدومه دلوقتي، تبتدي بعد 5 دقايق. ما تخافش، اختك سبعه. أرجوك تصالحيني، سميحة فين؟ هي ما جتش؟ ما تخبيش عليا، دي مسألة خطيرة. أخبي إيه؟ ما تضيعيش الوقت، أنا لازم أعرف دلوقتي سميحة فين. مش عرفني. أنت تعرفي كل حاجة، أنت موضع سرها. أنا من زمان كنت بشك في أخلاق البت دي، إنما عمري ما كنت أتصور إنها توسخ شرف العيلة. الكلام اللي بتقوله ده؟ تليفون يا فندم عشان حضرتك. أيوه. ألو سميحة، أنت فين؟ كل سنة وانت طيبة يا هدى. أنا آسفة مش قادرة أجيلك. ما تأخذنيش يا هدى. أنا في ورطة شنيعة فظيعة. بعدين أقول لك عليها. دي مسألة حياة أو موت. أنا رايحة له البيت علشان أعرف مصيري. أرفعي يا هدى. ألو؟ ألو؟ مجرمة. رايحة العشية. أنا سمعت كل حاجة، أنا من زمان كنت أعرف كل حاجة، بس كنت عاوز أتأكد. أنا دلوقتي رايح أقتلها وأقتله معاها. عزت، أنت جميل؟ أنا جاي معاك، استنى يا عزت. أنا سميحة بنت عم هدى. أهلا وسهلا، اتفضلي. هدى جرى لها حاجة؟ لا أبدا. هدى بخير. تفضلي. أنا آسفة إني جيت في وقت غير مناسب. بالعكس يا فندم، أنا لي عظيم الشرف. الموضوع اللي أنا جاية فيه موضوع يخص هدى وأبوها والعيلة كلها. أظن حضرتك ما تعرفش إن هدى وعزت أخويا في حكم مخطوبين، وإنهم كانوا بيحبوا بعض، واخويا بيعبدها عباده. والنهارده عارف انها اتعرفت عليك، وانها عزمتك على حفله عيد ميلادها، فاتجنن وصار وصمم انه يرتكب جريمه. فانا جايه وطمعانه في مروقتك. ايه يا فندم، في حاجه؟ لا 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 ابدا ابدا. بس انا جايه اترجاك انك ما تروحش الحفله لمصلحه هدى، وعلشان تمنع مصيبه كبيره هتقع علينا كلنا. أخويا مجنون وأعصابه تعبانة تعبانة تعبانة. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. أنا هحضر لك شوية مية. تعالي يا هدى، تعالي تعالي تعالي. اسمع يا بنت، انا المره دي هسيبك، انما المره الجايه هقتلك. لازم تعرف ان هدى دي خطيبتي واحتبها في راسي. سامع؟ شفت المصيبه اللي وقعت فيها اختك يا هدى؟ انا عارفه كان ايه اللي جرالي. خشني بمظهره، ضحك عليا بكلامه المعسوق، ياما ركع تحت رجليا، ياما قعد يكلمني كلام لغايه ما اعتقدت انه انسان نبيل ومن اصل كويس. ولما اتعرف بواحدة غنية سابني وراح يمثل عليها نفس الدور. أنا خلاص خلاص انتهيت يا هدى. شايف اي مناسبة تضايق نفسك بالشكل ده. كلمها بالتليفون واعرف منها كل حاجة.
عندك حق. الو، الانسة هدى موجودة؟ مين كان بيكلمك يا هدى؟ هو يا بابا. ما تفكريش في الموضوع ده ابدا يا حبيبتي، ده حقير ما يستاهلش. انا هعرف ازاي اربيه واوقفه عند حده. انا بقول احنا نقدر نرش الشجر بكره او بعد بكره على الاكتر، ايه رايك؟ استاذ احمد. ها؟ بتقول ايه؟ لا ده انت مش معايا ابدا. ارجوك تتصرف في اي حاجه من عندك من غير ما ترجع لي. حاضر. يا أستاذ أحمد، أنا جاي أقول لك إن أي إنسان ينتهز فرصة تعارف عادي بسيط ويحاول إنه يلعب بعواطف بنت صغيرة يبقى بيرتكب عمل في منتهى الدناءة. أرجوك، مفيش أي لزوم للكلام الجارح ده. على كل حال بنتي والحمد لله عرفت غلطتها خلاص، فما تحاولش إنك تتصل بيها تاني. تسمح لي أشرح موقفي، أنا أصلي من الأول. من الأول كان لازم تفهم ان في فرق كبير بين واحد في مركزك وواحدة ابوها عبد المجيد باشا رشدي. السيد ابراهيم رشدي عن حضور الجلسه. ليه يا اخي؟ صله القرابه اللي بينك وبين السيد عبد المجيد جايز جدا تكون سبب في ان اعضاء المجلس ما يبدوش رايهم بصراحه. وهي دي حاجه مستخبيه يا استاذ؟ هو في حد خرب بيوتنا وودانا في داهيه الا تصرفاته اللي زي الزفت دي؟ يعني انت معانا؟ معاكم؟ الا معاكم، ده انا معاكم بقلبي. يا ما قلت له، يا ما نصحته، كان حاطط مناخيره في السماء. فاكر انه هو بس صاحب العقلية الجبارة. انا اعتقد ان السيد عبد المجيد رشدي غير جدير بمركز الرئاسة واطلب اقالته. الموافق على اقتراح السيد صبري يرفع صباعه. اهو ده طبعا. Thank you.
ماما قوم قوم. خليك تعمل كده يا بابا، حصل ايه؟ انا انتهيت يا هدى، انتهيت. احنا دلوقتي ما بقيناش نملك غير الهدوم اللي علينا. مركزي ضاع وثروتي كلها، حتى البيت اللي احنا فيه. معلش يا بابا معلش، كله يتعوض، انسى اللي فات. اللي جاي امر. أنا كتبت شيكات من غير رصيد، ما كنتش عارف إني أحقق بالسرعة دي. أبوك دلوقتي في نظر الناس نصب، عرضة يروح السجن. ما تفكرش يا بابا، ما تفكرش، كله يتحل، كل شيء يتحل. يا بابا الشيكات اهي. جبتيهم ازاي ومنين؟ مش وقته دلوقتي يا بابا، المهم ان قولي لي قبله. اتصرفت في حاجات كانت عندي. انت بعتي صيغتك يا هدى؟ عملتي كده ليه؟ ليه؟ عشان محدش يقول عليك نصاب. بكرة تجيب لي زيها وأحسن منها. انت بعتي سيختك؟ بعتي سيختك؟ بعتي سيختك؟ مالك يا بابا؟ نفسي تعالي استريح. شكرا، خد نفسي. عزيزة الحكايه دي تاني. متاسفه. تسمحي؟ فواتير المستشفى وصلت النهارده.
75 جنيه. هجيبهم منين؟ انا ما بقاش عندي حاجه ابدا. اطلبهم من عمك، المفروض يساعدك في وقت زي ده. هشوف. وبعدين في جرس المنبه ده. منبه ايه يا بابا؟ ده جرس الباب. شوف الباب يا بنت. عم ابراهيم بيه موجود؟ دقيقة واحدة. دي الست هدى. هدى؟ ودي جاية ليه دلوقتي؟ لازم عايزة فلوس. فلوس؟ منين يا اختي؟ طرقها يا شيخ بلا وجع دماغ. هو احنا ناقصين بلاويهم؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بهدى بنتي. اهلا، اتفضلي اتفضلي. تيتا هدى هنا. أهلا 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 وسهلا يا حبيبتي. أهلا 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 بيك يا طنط. إيه المؤاخذة يا هدى؟ أنا كان نفسي أقعد معاكي شوية لكن ورايا شغلانة مهمة أوي أوي. على كل حال البيت بيتك، اقعدوا بالعافية. مع سلامة يا سميحة. أيوة يا فندم يا ماما. عايزة إيه؟ هدى أهلا 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 وسهلا. ما تنسيش ميعاد الكوافير. ياي 2:15 وأنا معادي الساعة 2 مع الكوافير. أنا آسفة أوي يا هدى، أنت عارفة مواعيد الكوافير فين وفين عبال ما أقدر آخد رانديفو تاني. عن إذنك يا حبيبتي. أرفر يا هدى، أرفر مامي. وديني معاك يا سميح. الله هدى، إزيك يا هدى؟ الله، أنت مش قلت هتقعد معانا؟ أنا قايل لكم إيه من الأسبوع اللي فات؟ ولا مؤاخذة يا هدى، أنا ما عندي ماتش كورة مهم أوي. سوري. أوعي تنسي تطلعي لي هدوم السهرة يا مامي. حاضر. ما وراكيش ميعاد انت كمان يا طنط؟ والله يا بنتي كنت ناوي اخرج بعد الغدا على طول. طيب استاذن انا. يا دي الكسوف، مش كنت تدينا خبر قبل ما تيجي عشان نعمل حسابنا؟ وانت كنتوا هتعملوا ايه اكتر من اللي عملتوه؟ ده مفيش الطف من كده. ايه يا عم مستخبي ليه؟ انا مش جاي اشحت منك. انا برضو هدى اللي كنت بتقول لها يا ستي ويا بنت سيدي، وبرضو هفضل هدى ستك وبنت سيدك. العزبة يا هدى، سافري خدي والدك وياكي، هناك هيسترد صحته. مش هتحجز عليها؟ دي الحاجة الوحيدة اللي ما تحجزش عليها أبدا، لأنها ملكك أنتِ. إزاي؟ والدك لما اشتراها كتبها باسمك. دي أول مرة بسمع الحكاية دي. كنت صغيرة ويمكن ما جاتش مناسبة عشان يقول لك. العزبة دي كام فدان؟ 100 فدان. صحيح هي أهملت من مدة طويلة، لكن لما تروحوا هناك وتعتنوا بيها هتطلع خير كتير. طيب ما اقدرش ابيعها؟ تبيعيها ليه؟ الفلوس بتيجي وتروح والارض باقيه. انا عايز اعيش النهارده، ايه اللي يهمني من العزبه؟ عيشي فيها، هناك بيت وهناك ارض وتقدري تطلعي منها خير كتير، وكل ما تهتمي بيها كل ما طلعت اكتر. سافري يا هدى، سافري يا بنتي وربنا وياكي. What?
شوية شرب. حاضر يا شبابيك. الحمد لله. ايه ده يا عم مرسي؟ ايه الاستقبال الحافل ده يا سي مرسي؟ بقى من زمان ما عملوهاش. هما مين؟ دول الغفر. الغفر دايما يضربوا رصاص كده وهم ماشيين. والغفر يضربوه على الازاز ليه؟ ازاز مين؟ ده مكسر كده بقى له 10 سنين يا ست هان. يلا يا حبيبتي روحي اقلعي هدومك علشان تستريحي. يوه رفيعة، الواحد اتخض. صباح الخير يا عم مرسي. صباح الخير والسعد يا ست هاني. عايزه اتفرج على الارض. مش بس لما تستريحي من السفر وتاخدي نفسك. انا مستريحه، مفيش حاجه، يلا بينا. مال حقوقك؟ بكره بعده. وليه مش دلوقتي؟ هي عزبه هتروح فين؟ بس انا يعني كنت بقول لك. يلا يا عم مرسي، يلا عايزه اشوف الارض. امرك يا ست يا ست هاني. معين هو بابا اشتراها كده؟ لا والله اشتراها خضر. طب جرالها ايه؟ الفلاحين اجروها. ليه؟ اسباب كتير وده تاريخ قديم. عايز اعرف كل حاجة. امرك يا ست هاني. بقى الارض دي كانت بتاع واحد مسموع من ولاد ابو طاقية اللي عزبتهم قبالنا هناك دي. الراجل اتدين وما قدرش يسدد، نزلت العزبه في المزاد. يوم البيع اتجمعوا ولاد ابو طاقيه عشان يستردوا ارض قريبه. الباشا كان موجود، هم يزودوا بالعشره وهو يزود بالميات لحد ما رسيت عليه. عز على ولاد ابو طاقيه ان ارضهم ياخدها واحد غريب.
اترجوا سعاده الباشا يردوها لهم، مرضيش. هددوه عاند وياهم، كبيرهم يا ولداه ما استحملش. طب مات لساعتها، هاجت ولاد ابو طهيه واعتقدوا ان السبب في موته هو سعاده الباشا، حلفوا على جثه الميت بتاعهم، يا الارض ترجع لهم تاني ويستريح الميت في تربته يا اما هيحاربوه فيه. ومن يومها بقوا حرق وتقليع زرع وسم بهايم. امال كانوا فين المزارعين بتوعنا؟ ما دفعوش عن ارضهم ليه؟ الباشا بعيد عنك كان بيعاملهم زي البهايم، نازل فيهم سلخ بالقربان. اللي ما يدفعش يخرب بيته، واللي يفتح بقه يبيته في المركز. بقى هو من ناحيه واولاد ابو طهيه من ناحيه، هاجوا الفلاحين وبرد الارض زي ما انت شايف. كنت فين يا بنتي؟ كنت بسمع حكاية الغفر اللي ضربوا النار امبارح. بابا انا عرفت كل حاجة، ليه ما نصطلحش مع اولاد ابو طهي؟ انا اصطلح مع الناس دول بعد كل اللي عملوه فينا؟ امال هنفضل مختلفين معاهم على طول؟ هنعيش هنا ازاي وهنزرع ارضنا ازاي ولنا جيران بيحاربونا؟ لازم نروح لهم ونتفاهم معاهم. وكرامتي يا هدى؟ كرامتك محفوظة يا بابا، انا متأكدة لما هتروح لهم هتحل كل المشاكل. وما تنساش برضو ان انت اللي ابتديت، انت اللي خدت ارضهم يا بابا عشان خاطري تقبل. امرك يا بنتي. عم مرسي افندي يا استاذ، عايزك تبلغ ولاد ابو طهيه ان احنا هنروح نزورهم بكره. ايه؟ تروحوا لهم لحد دارهم؟ ساعه باشا انت مش عارفهم؟ هنروح نزورهم يا عم مرسي. اعملي معروف يا ست هان، بلاش الزياره دي، دول ناس ما لهمش امان. انت خايف؟ لو كان عليا انا يا ست هان مش مهم، انا خايف عليكم انتوا. احنا مش خايفين وهنروح. واعمل معروف خلينا بعيد عن الشر دي. نفذ اللي بتقول لك علي الهدى يا مرسي. عمرك يا سعاده الباشا. ست عزيزه. نعم. اعملي معروف. قولي لها ولاد ابو طهيه قتلن قتلة وفيه بيننا وبينهم طرق قديم. انت عارفه الرصاص بتاع بنت امبارح؟ ايوه. ما كانش غفر ولا حاجه. ايه؟ كانوا هما بيستقبلوا سعاده الباشا. انا خايفه يروحوا ما يرجعوش. وبعدين يا عم مرسي في المصايب دي كلها انت عارف ان مخها ناشف ما بتسمعش كلام حد ابدا. لو كان معانا راجل بعفيته اللي على راي المثل، يا جوحه عد غنمك. الامر لله. عم مرسي مفيش تليفون قريب من هنا؟ تليفون؟ اه التليفون في المحلك بتاع ابو يوسف، لكن ده بعيد. بعيد بعيد، المهم اكلم مصر الليله. اعمل معروف، تعالى معايا اعمل معروف النبي يا عم مرسي. اتفضل. يلا بينا. ايوه فهم مصر. اتفضل يا ست، كلمي مصر. اتفضل. مرسي. الو. ايوه يا مدمازيل انا معاكي. الو الو المزرعه، الاستاذ احمد مصطفى وحياتك. مين حضرتك؟ مين؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والله يا احمد خرج، ما نعرفش راح فين. ايه مش موجود؟ يلزم حاجه اقولها له؟ ايوه وحياتك، انا كنت عايزاها ضروري اعمل معروف تدور لي عليه باي طريقه. قول له ان احنا عايزينه في العزبه حالا. ايوه مش سامع حاجه. الو. ايوه يا مدمازيل دي واحده وحياتك. ايوه قول لي الست هدى في خطر، يمكن يخطفوها ولا يقتلوها. ايوه ناس اشرار جيراننا هنا، اعمل معروف وحياتك. افندم العنوان عايز بتعدي المجيد باشا رشدي، مركز الدلنجات بحيره. متشكره قوي، الله يخليك. ميرسي يا مدمازيل ميرسي. مجاش سي احمد؟ مجاش يا عم مرسي. والعامل الباشا بيستعجلني. لازم صاحبه ما قالوش ان انا اتكلمت في التليفون. انا خايفه عليهم قوي يا عم مرسي، دول قتلين قتله. مش عاوزين يسمعوا الكلام. الباشا دماغه ناشفه زي الحجر، وست هدى دماغها انشف من دماغه. يلا يا مرسي.
زرعيه الباشا زرعيه ست أسمة. مين؟ سعادة الباشا؟ أهلا وسهلا سعادة الباشا، أهلا وسهلا. خطوة عزيزة يا سعادة الباشا. الدار نورت. اسم النبي حرصك، أنا ما شفتش المحروسة من أيام ما كانت صغيرة. لو كان المرحوم عاش كان خلف زيها. يا عيب الشوم، حضرتك لسه واقف يا باشا؟ أما أنتم رجالة ما عندكوش دم صحيح. استريح، استريح يا باشا، أنت في دارك. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا ست اسماء. احنا مش عايزين نقلب اللي فات، عايزين ننسى الماضي ونبتدي من جديد. انا جاي اتكلم معاكي بخصوص الارض. ارض؟ انهي ارض؟ الارض اللي كانت سبب في المشاكل اللي حصلت بينا. هو حصل بينا حاجه لا سمح الله؟ طول عمرنا حبايب. طلباتك، طلباتك يا باشا. قصدي ان رجالتك هما اللي يجوا يزرعوا الارض ويحصدوا خيرها ويدونا نصيبنا. اهم قدامك اهم، اسالهم. ترضوا يا اولاد تزرعوا ارض الباشا؟ يعني ازرعوهاش ابدا. يعني الارض تموت؟ ما تموت، هي حتيجي عزم اللي مات. بابا ما موتوش يا ست أسمى. أبوكي هو اللي جزره. ده بحبني بفلوسه وداس على رقابينا وخلى الناس تقول علينا أولاد أبو طاقية ما عرفوش يحموا أرضهم. احميها أنت يا باشا. أنا مستعد أديها لكم بالتمن اللي دفعته. وأنا قبلت، بس بشرط. إيه هو؟ ترجع لابني تاني. يا باشا، حد يرمي فلوسه في أرض بور زي دج؟ يعني لا تشتريها ولا تخلي حد يزرعها، ده ظلم. واللي أبوكي عمله فيني ما كانش ظلم؟ العمدة والمركز والهجانة ما كانش ظلم؟ والكرابيج اللي مزعت جدتني ما كانتش ظلم؟ إيه رأيك يا ست أسمى؟ يفتح الله يا باشا.
بينا يا بابا. ما بدري يا باشا. ما تقطعش الزيارة يا باشا. مش بنتك يا ابو عوف ما يصحش، الاكابر اكابر برضو. اضربه يا بنت ولا يهمك. يلا المثل عرضه يا على طوله عرضه. أنا عارفة أتأخر ليه؟ لازم هو. أستاذ أحمد الحمد لله اللي وصلت في وقتك. حصل إيه؟ أولا عملت حسابك. على إيه؟ على إنك تقعد هنا على طول. للدرجة دي؟ اسمع اركن العربية بعيد وتفضل جوه وانت تعرف كل حاجة. قوام اعمل معروف. يا رب استر يا رب. قوام قبل الست هدى ما تيجي. ارض بور ما تنفعش ابدا. قتل ورصاص وكره وموت. وهي دلوقتي راحت هي وابوها عندي ناس ما يرحموش ابدا. وبعدين يا سي احمد ايه العمل؟ طيب حد يجي معايا واروح له. هعمل معروف. انا قلبي بيتقطع. رجعوا. طب اطلع انت فوق. اطلع فوق وانت يا احمد تعالى معايا. انا شايف علشان اقدر اساعد هدى لازم اوضب طريقه مخصوص تخليها تقبل. ابعديها انت ومهدي لي مقابله مع الباشا قولي له اني عايزه عشان شغل. اتفضل انت ساي. احنا مش لازم نبات الليلة دي هنا، لازم نرجع مصر. هنروح هناك فين بس يا حبيبتي؟ على الاقل هنا لنا بيت نعيش فيه. وازاي نقعد في وسط الناس دول؟ انا اشتغل اي شغلانه في مصر ولا اقعدش دقيقه واحده هنا. انا هحضر هدوم. امرك يا حبيبتي امرك. أستاذ أحمد مصطفى عايز حضرتك. عاوز حضرتك. أحمد مصطفى؟ إيه اللي جابه هنا؟ وعاوزني في إيه؟ والله يا فندم أنا معرفش. هو قال إن عايز حضرتك في شغل. منتظر حضرتك جوه. نهارك سعيد. أفندم أرجوك من غير غضب أنا جاي أعرض على حضرتك مشروع تجاري. إذا عجبك أنا بيها، إذا ما عجبكش أنا مستعد أرجع. مشروع إيه؟ حضرتك عارف إني مهندس زراعي ومن اختصاصي إصلاح الأراضي البور. أنا عرفت إن عندك أرض محتاجة لإصلاح فجيت أعرض عليه خدماتي. ومصلحتك إيه في كده؟ هكون شريكك، هاخد نسبة مئوية في الأرباح بعد المصاريف 70%. يعني حصتنا احنا تبقى 30%. ايوه. دي سرقة يا استاذ. انا متأسف، دي شروطي.
بما انك مش موافق انا هنسحب. استنى، انا عرفت عنك حاجات كتير، لكن ما كنتش اعرف ابدا انك تنتهز الفرص للدرجه دي. الدنيا فرص. بكل اسف انا ظروفي تضطرني اني اقبل شروطك. يعني اتفقنا؟ ايوه، بس اديني فرصه اكلم بنتي واقنعها، لان العزب عزبتها. اتفضل. انا عايزه افهم ايه اللي جاب ده هنا النهارده. ما تزحقيش كده احسن يسمعك. ما يهمنيش، انزلي ترديه. ما يصحش، ده بيتك برضه. ما يشرفنيش وجوده في بيتي، انا هنزل اترد. مش كده يا هدى، ما يصحش يا حبيبتي، ده جاي يساعدنا. انا مش عايزه مساعده حد، ده راجل. انا عارف انه سافر، لكن هنعمل ايه؟ احنا مضطرين نحط ايدنا في ايده. مش ممكن يا بابا، مش ممكن ابدا. إيه؟ انت نسيتي اللي قلتهولي امبارح؟ مديت ايدي لاعدى اعدائي عشان خاطرك، فعشان خاطري اقبلي. اهو تحت تقدري تتفاهمي معاه. يلا يا حبيبتي. أنا قبلت الشروط اللي عرضتها على بابا. الطريقة اللي بتكلميني بيها أنا ما تعجبنيش. أنا شريكك، مفيش داعي إنك تكلميني ومناخيرك لفوق. ليك شروط تانية؟ أيوه، شرطين. ايه هم؟ الاول مش عايز حد يملي عليا اراضي هنا، انا صاحب الكلمه المسموعه. الثاني هنتعاون كلنا سوا، هنشتغل بايدينا وانت اولنا. وانا ايه اللي اقدر اعمله؟ هتمسكي الفاس. انا امسك الفاس؟ وتنزلي في الطين. الشرطين دول اساس اتفاقنا. ابل هناك دول. ايوه
ده دود يا ولي، دود باللي بيطلع شيطاني يا اهبل. خليهم يتسلوا. ايوه على رايك. جيت يا حبيبتي، باين عليك التعب قوي يا هدى. ابدا مفيش حاجه يا بابا. حرام عليك يا بنتي تقتلي نفسك بالشكل ده، انت ما تعودتيش ابدا على البهدله دي. بابا انا مضيت عقد ولازم انفذه. لكن ده ولد بطال اللي اشترط عليك الشروط القاسيه دي. انا وافقت ومش ممكن حاسب له الفرصه يقول ان انا رجعت بكلامي، وهشتغل واللي يحصل يحصل. اهلا وسهلا سي احمد، احنا زرنا النادي. اتفضل. اهلا وسهلا. شكرا يا عم مرسي، اظن تعبتوا قوي معانا النهارده. يا اخي احنا واخدين على الشائق. المهم في حضرتك وفي الست هانم الصغيره، الله يكون في عونها. معلش اسمع يا عم مرسي، عايز تشوف اي طريقه ندور على الرجال عشان يشتغلوا معانا. يا ريت. هو في حد يستجري يهوى بناحيتنا؟ ده مفيش حد في المديرية كلها الا لما بيرجف من ولاد ابو طقية. بس انت قابلني بأي فلاح وانا حاول اني اقنعه. ايه؟ امرك يا سي احمد. رجلي على رجلك من الصبح بدري، نروح نتشهاب نقابل الحاج سلطان. اهو راجل له عزوة كبيرة وكلمته مسموعة في وسط اهله. اتفقنا. اتفضل القهوة. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. حرما حرما. طبعا يا سيدنا الشيخ. ازيك يا سيدنا الافندي؟ سلامات يا شيخ مرسي. الله يسلمك يا حاج سلطان. ها قلت ايه باقي؟ هقول ايه يا شيخ مرسي؟ ما انت عارف حد يحط رجله في النار بخطره؟ دول ولاد ابو طقيه متفرعنين قتالين قتله. اصل اللي خلاهم كده ان كل واحد بعيد عن التاني. لو الكل يساعد بعضه ما كانش حد يقدر يحكم ناحيته. عندك حق يا ابني، إن كان عليا أنا أجي وياك من دلوقتي، لكن الأولاد والرجالة ما يرضوش كده أبدا، وعلى كل نحاول. يلا بينا. فين الرجالة يا عم مرسي؟ يا ست هودة، هو ده معقول؟ معقول إن حد يهوب عندنا هنا؟ أظن لو رحنا لعم رسلان اللي قلت لي عليه هنقدر نقنعه. يا جوي المرة دي أنا جاية معاكوا يا عم مرسي. اتفضلي. أنت مش قلت لي السكة طويلة وكلها مطبطة؟ هي طويلة خالص.
اللي عايز يوصل لازم يستحمل يا عم مرسي. معاكي حق، افتكر انهم هيتعبوني قوي. هما فعلا هيتعبوني، انا متاكده لما اروح المره دي هقدر اقنعهم. يا ريت يا ست هان. اما نشوف يا عم مرسي. السكة كلها مطبط يا عم مرسي، هيتعبونا يا عم مرسي، لازم الواحد يستحمل يا عم مرسي. اما نشوف يا عم مرسي. والله ما انت فاهم حاجه يا عم مرسي. شوفوا يا رجاله، اذا تعاوننا كلنا وحطينا ايدينا في ايدين بعض محدش هيقدر يقف قصادنا ابدا، وهنقدر نوقف رجاله ابو طايق عند حدهم، وهنقدر نزرع الارض ونجني ثمارها ونعيش كلنا في امان. ايوه انما ما تاخذنيش، العمر غالي. احنا خايفين على عيالنا، واحنا نحط راسنا في حالك السابع ليه؟ هي ارضنا. وانتوا برضو تقدروا تكلموا رجالتكم وتقنعوهم يجوا يشتغلوا ونعيش كلنا مع بعض. والله يا ست هانم لاجل وشك السمح نخدمك بعنينا، مش كده ولا ايه يا ام؟ يا ريت يا بنت ابوك يطول عنا، انا اروح اكلمه. لا يا ست هانم. يلا يا بنت يلا. عليك النبي يابا، تقبل تروح مع الناس الامراء دول؟ ما هو بس يا بنتي، انت طول عمرك فاهم يا رسلان وما بتخيبش امل اللي يقصدك، ودي حرمة وجسادتك. يعني فكرك كده؟ ايوه، روح على بركة الله. نروح من بكرة الصبح على بركة الله. انت اتجننت يا رسلان. يا راجل اعجل، دول ولاد ابو طاقية حلفين لا يجيبوا خبر اللي يعتبه. طب قسما بالله العلي العظيم لا نجيب خبر اللي يتعرض لنا منهم. هو احنا هنفضل لابسين الطرح لامتى؟ احنا رجالة بشنبات، وده محمد. ايوه يا رب. وانت عبد الله، من بكره الصبح جهزوا نفسكم عشان نروح على بركة الله. انا متشكرة قوي يا عم رسلان، انتوا ناس طيبين، ده هنخدمك بعينينا يا ست هان. كتر خيركم، متشكرة. سلام عليكم. رايح فين يا وسطان؟ رايح مطرح ماني رايح. طب ارجع احسن. واللي في وشي ده ايه؟ مش انا ما رجعتش يا وسطان. مش راجع يا ابو عوف. محمد يا وسطان. محمود يا ابو عوف. ارجع يا وسطان. اوعى لما عدي يا ابو عوف. يمين بالله ما انت معدي يا رسلان. يمين على يمينك لازم عدي يا ابو عوف. ما انتش معدي يا رسلان. عدي يا ابو المايه السخنه ايه؟ متشكره يا بابا، وبينضف له وشه. عشت يا ست الكل، احنا ارواحنا كلها فداك. عشت يا عم رسلان، ما تخافش، دي حاجه بسيطه قوي. ست هدى، الاستاذ احمد يظهر متعور. روحي شوفي. اروح ازاي؟ المفروض انت اللي تروحي. روحي. لا حاجة بسيطة. ايه ده؟ ازاي ساكت؟ ما خدتش بالي. احنا كل ما حد هيشتغل معانا هيجراله كده. ما تفتكريش الحكاية سهلة. احنا لسه قدامنا تعب كتير. ده حرام. احنا دلوقتي نعتبر في حالة حرب مع الناس دول. والانتصار ثمنه غالي، ما هوش سهل. هنقدر نقف قدامهم؟ أنا هعرف أربيهم ازاي. هاتي ورقة وقلم واكتبي تلغراف هبعته مصر حالا. هاتي ورقة وقلم. برافو عليكم اللي عرفت السكة. اللي بيسأل ما انتوش. اسمعوا يا رجالة. نعم. أيوه. العمل اللي قدامنا مش زي الأعمال اللي مرت بينا. مجهودنا هيكون مضاعف. هنتعب. هنتضايق. إنما لازم نتغلب على كل الصعاب اللي قدامنا بإيماننا وكفاحنا. إن شاء الله. إن شاء الله. ودلوقتي اتفضلوا استريحوا وإن شاء الله هنبتدي العمل بكرة. إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. تدك
في الارض يا خالي اسمى وبقى له حس. هنستنى عليه لحد امتى؟ لما يبقى تعبين. ومستعجل على ايه يا ابو عوف؟ مش مستعجل ولا حاجه، انا بس بنبهك. مالك يا خالي اسمى؟ لو جمنا كلنا الليله دي ودخيناهم على سخنه الصبح ما تلاقيش ولا نفر في الارض. الانفار ما تهمنيش يا عبد الرسول، التعبان ما يموتش الا اذا انضرب على دماغه. عارفين من دماغ التعبان يا اولاد؟ الباشا خالي اسمى. باشا مين يا ولي؟ ده رم. امال يعني تكونيش قصدك الجدع دي اللي اسمه احمد؟ اهو ده دماغ التعبان اللي يجيب لي خبره له ورقه بمدني. مين يا اولاد ابو طاقيه؟ انا يا خالي اسمى، يومين اتنين واجيب لك خبره. والباقي؟ باقي ايه يا خالي اسمى؟ الباقي عليا انا، خليهم يزرعوا ويتعبوا ويحصدوا وبعدين احرق لهم المحصول. يا سلام على ده رسمي يا اولاد، والحريقه علياني. عشت يا ابو عوف، عشت يا سبع. يا رجاله انا فقت النهارده، بس انا حارب الست الاميره دي ليه وعشان ايه؟ دي ملاك نزل من السما، دي نجي الضناعي، الهي يحرسها لشبابها يا رب. يمين بالله يا رجاله، من الليله لازم اخدمها بعناية. وخالتك اسمى يا ابو عوف تخبط راسها في الحيط بقى. بتقول ايه يا ولد؟ بقول ان ما عندتش امد ايدي للحرام تاني. يعني ايه غرضك؟ غرض انك تروحي لحالك وتسيبينا في حالنا وكل منا يخشى ربنا. كده؟ ايوه كده. اسمع، والله الكلام ده هيكلفك غالي قوي.
عندكم يا اخوان، احنا مش جايين نتجاد يا سي احمد، احنا جايين من طعيم. اللي يجرب ذنبه ويرجع ربنا يسامحه. انا كنت مكر عليك عشان اجدلك، لكن الست دي الله يخليه ربطت ايدي وطوقتني بمعروفه، خلتني ما اسويش التراب اللي تدوس عليه. يا ست هدى، الخير ما يعيش في الواضي. ابو عوف اللي ساب ارضكم كاره حيرجع لها طايع. اشهد عليا يا عم مرسي، اشهدوا عليا كلكم، انا ورجالتي من السعاده رجالتكم، والارض اللي خليناها طبور هنرجع لها الخير تاني. يلا يا رجال قدام على الغال. شوية قوي، وانا راجل استاهل، بشتغل من فجر للمساء. خلاص حدي لك علاوة. الحقني بيها يا حضرة المدير، ده انا شرقان قوي. يا سلام يا حضرة المدير، كمان علاوة. لا انت زودتها قوي، خلصت كل علاواتك، السنة الجاية بقى. يا ست خير ربنا كبير، التاجر اللي اشترى القطن النهاردة دفع العربون، وبكرة الصبح هيحمل ويدفع الباقي. غمض عينيك. جلا 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 جلا، فتحي عينيك. لكن دول مش بتوعنا احنا بس يا بابا. عندك حق يا حبيبتي، خديهم اديهم لاحمد، وبكره الصبح ندفع له بقيه نصيبه. كام دول؟ 2000 جنيه. طيب يا بابا. ايه المزيكا دي يا عم مرسي؟
دول المزيكاتيه اللي جابوهم اهل العزبه ناويين يرقصوا ويغنوا للصبح على الخير اللي جانا على وشك يا ست الهاله. الله يخليك. اي والله. سلام عليكم. سلام. السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. ادخل. مين اللي جابك؟ دي الست هدى. اهلا وسهلا. ده شرف عظيم اللي اتنزلتي وزرتيني في اوضتي المتواضعه دي. انا مش جايه للزياره، انا جايه لشغل. شغل شغل شغل. ده ايه ده؟ اتفضل. ايه دول؟ 2000 جنيه جزء من حسابي. انا حسابي 3500. انا عارفه. ده اللي دفعه التاجر النهارده، بكره هيدفع الباقي وهتاخد فلوسك على داير مليم. والمصاريف اللي صرفتها؟ والمصاريف اللي صرفتها. في حاجه تانية؟ الله. وانت ايه اللي مضايقك؟ مش متضايقه ولا حاجه. يعني مبسوطه؟ مبسوطه قوي. طيب الحمد لله. ادي 100 200 300 400 الليلة ليلتكم يا ولاد ابو طاجية. استنينا عليهم لما زرعوا وجنوا وجه الوقت اللي نحرق فيه قلبهم. عايز التاجر اللي اشترى قطنهم يجي الصبح يشيلكم تراب. ابو عوف مش معاكم الليلة وحيقف في سكتكم. ابو عوف ده مين يا خالي؟ ده ناموسي. انا حجيب لك خبره الليلة. ان عملتم كده تبقوا رويتم غليلي وريحتوا المرحوم في تربته. يا ليالي غريب من بعد سنين خليت وضعيف خلاني أعيش في الهدين طول ما انت هدين الدنيا ما هيش في عالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي جسم يا أحمد الأرجول واستنى ليلة السعد والطول حضرت الأرض وكانت بور والكل اتمتع بالمحصول النور انجاز يا ليالي يا ليالي هاني لو السماء يا ليالي يا ليالي من بعد ثاني الزرع اتفرح والقلب فرح يا ليالي من بعد سنين خليتي وضعيف خلاني
خلاص من الحكومة. على فين يا أسف؟ ما تقفش في سكتي يا ولد. ولد الكلام ده كان زمان لما كنت تشخطي وتنطري وكان ابو عوف يقف مدد الودان، لكن دلوقتي خلاص ابو عوف نضف وانت ربنا مش هيبارك لك ابدا. بقول لك ابعد عني يا ابو عوف. وانا ماسكك يا وليه، انا بس جيت احرسك لحد ما تجيلك الحكومه. الحكومه؟ ايوه ابو عوف. خرجني يا ابو عوف واديك ورقه بمدني يا ابو عوف. وكمان بترشيني يا وليه. يا شيخ روحي، ده انت تستاهلي اكتر من لومان. ويخلصك تذلني يا ابو عوف. وانت خلصك النار تاكل المحصول سنه بحالي. مش حرام عليكي مجهود الفلاحين وعرقهم تاكلوا النار في نبح البصر؟ جاتلك الحكومه يا خربت البيوت العمري. عيب يا ابو عوف، ده انت كنت من رجالتي يا ابو عوف. يلعنها بايام ايام ما طوعتك، كنت بتوزينا عشان نحارب بعض ونقتل البعض وانت توقفي تتفرجي عليني. جه يومك دلوقتي يا اسمي. مش هتتفرج علينا انت، احنا اللي هنتفرج عليكي. مش هتقدري تنفيدي المرة دي ابدا يا اسمي. ابوس ايدك يا ابو عوف. هتقضى بقيت عمرك في السجن، مش هتشوفي النور تاني ابدا يا اسمي. ارحمني يا ابو عوف، الهي يخلي لك بنتك، الهي ما يحرمك من عافيتك. طب الرحمة من ربنا، يا ويلك من عذاب. خير يا ابو عوف، عملوا معاك ايه؟ ده انا كنت جاي لك. خير يا سعاده الباشا، براءه قعدت النيابه تحجج معايا طول الليل، وهات في سيم وهات في جيم لما هلكوا بدني، لكن الحمد لله ربنا اظهر الحج وعرفوا ان المخسوفه اسمي راحت في داهيه وماتت قضاء وقدر وربنا سلم. الحمد لله يا سعاده الباشا ان ربنا جبر بخاطرنا كلنا وشجانا وتعبنا ما راحش بلاش. الحمد لله. والنار اتحصرت والمحصول فضل بخيره، واللي راح راح وخد الشر معاه. ده كله بفضلكم ومهمه اهل العزبه. البركه في سعادتك وفي الست هانم الصغيره، ربنا يخليها لنا ويطول في عمره. والشهاده لله بركة كمان الرجل الأمير الطيب اللي جمعنا وخلنا كلنا يد واحدة، الأستاذ أحمد. ربنا يخليه ويطول عمره يا رب. أنا مش مصدقة يا إخوات إن سي أحمد يعمل كده. ده عمل أكثر من كده، فضل يكلمني بعجرفة ويقول لي فين بقيت فلوسي وفين المصاريف، كأننا هناخدهم عليه. جواب من سي أحمد بعته لحضرتك، لازم بعت لي إنذار. اخصى عليه. إيه الفلوس دي؟ اقرا اللي في الجواب أنت تعرفي الحكاية. عزيزتي هدى، لقد انتهت مهمتي وسأعود إلى مصر فورا وأعيد إليك مبلغ 2000 جنيه. فلم يكن هدفي من المجيء هنا إلا مساعدة إنسان ربطتني به علاقة عزيزة على نفسي. أودعك وأدعو لك بالسعادة مع عزة خطيبك أحمد. شفت إنك كنت ظلماء؟ حكاية عزة خطيبك لازم فهم إنك فضلت عزة عليه. وإيه اللي يخليه يفهم كده؟ أنا عمري ما جبت له سيرته. يا حبيبتي يا روح قلبي، ولاد الحرام كتير. انزلي الحقيقة قبل ما يمشي، انزلي وحياه. راكب عربيته ماشي دلوقتي يا فندم. على فين يا ست هدى؟ Thank you.
قلتش ليه؟ الشغل اللي كان مطلوب مني خلصته، يلزم خدمة ثانية؟ عايز أعرف حكاية عزت. عزت خطيبك؟ عزت عمره ما كان خطيبي، ومفيش داعي تتهمني عشان تداري حكايتك مع سميحة. حكايتي مع سميحة؟ أنا أول مرة أشوفها فيها لما جت بيتي تترجاني عشان ما أحضرش عيد ميلادك، لأنك مخطوبة لعزت وبتحبوا بعض. هي قالت كده؟ دي مؤامرة يا أحمد عشان يفرقونا عن بعض. ليه ما قلتش كده من زمان؟